لما اقترف آدم الخطيئة ده انتبه له، وده بيجيبه طوالي. شوف هذه بيكرروها كثير، والحديث بيه شبهتين. الشبهة الأولى إنه بيستدل به على جواز التوسل البدعي، بيقولوا آدم يتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يخلق محمد. وبيستدل به على شبهة ثانية قالوا فيه دليل على إن محمد خلق قبل آدم. ويستدل له على شبهة الثالثة كمان بيقول لولاه ما خلقتك، يعني قالوا ربنا خلق الجن والإنس ما للعبادة والتوحيد إنما لمحمد، لأنه قالوا في النهاية قال له لولاه يا آدم شنو؟ لولا محمد يا آدم ما خلقتك. فهو ثلاثة شبهات بيكرروا كثير. نعم. لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتبه دي شو ما بكرروها صوفية جميع المساجد. نعم. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك، علمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إلي، فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. يبقى شبهاتنا هنا شنو؟ أدعني شنو؟ بحقه، أدعني بحقه، بيستدل به على جواز التوسل البدعي. نعم أيوة. وهذا حديث موضوع، ده حديث مكذوب موضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، مع إنه الحاكم في المستدرك قال صحيح، قال حديثه صحيح. ودي بيجيبها الصوفية برضو يقول لك الحاكم صح، الحاكم برضو من المتساهلين في التوثيق، لكن الحاكم دائما بيتعقبوا منه الذهبي. فذهبي تعقبوا لما الحاكم قال صحيح الإسناد قال بل باطل، وبين ليه باطل، وجرحه كان مفسر ومبين فهو مقدم. نعم. وهذا حديث موضوع أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذا البيهقي في باب ما جاء فيما تحدث به صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلمة نبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. الحاكم قال صحيح شنو؟ الإسناد. أيوة. فتعقبه الذهبي، بقوله بل موضوع، الحديث مكذوب باطل، موضوع وضعوا له الضاعين، ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعبد الرحمن واهم، وعبد الله بن مسلم فيه لا أدري من هو. نعم. ليه باطل؟ لعلتين. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ماله واهي، وده جرح مفسر لأنه قال واهي. اثنين قالوا عبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو. والفهري هذا أورده الذهبي في ميزان الاعتدال، فأورد هذا الحديث وقال عقبه يعني بعده طوالي. ميزان الاعتدال كتاب للجرح والتعديل، الذهبي جاب الحديث ده هناك وبعد ما انتهى منه طوالي علق قال شنو؟ وقال عقبه خبر باطل رواه البيهقي في دلائل النبوة. خبر باطل ما صحيح، ما حصل لا تحت العرش ولا كان مكتوب، كل ده كذب ما حصل. نعم. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد. والحاكم ما هو معصوم، وحافظ وعالم، لكن ما هو يا جماعة معصوم. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ده سبب تاني برضه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه. نعم. حاكم الرواو في المستدرك وقال صحيح الإسناد، دي من الأشياء لأخذوها العلم وأنكروها على من يا جماعة؟ من الأشياء عفواً لأنكروها العلم على الإمام على الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى. ليه؟ لأنه الحاكم نفسه في كتابه قال المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم جاب حديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه و
قال حديث، قال روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبي حديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة إلى الحمل فيها عليه. يعني هو هناك جرح شنو يا جماعة؟ جرح عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما روى عن أبيه الحاكم نفسه، لكن لعله وهم أو نسى، وما سمي الإنسان إلا لنسي. فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة إلى الحمل فيها عليه. قلت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يخلط كثيرا. يخلط كثيرا، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.